أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كنتم تمنون سيجزي الله الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كنتم تمنون الموت قبل أن تلقوه فقد
سنجزي الشاكرين. النفس تبكي على الدنيا ولو قد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للنار بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، وان بناها بخير طاب مسكنها، وان بناها بشر خاب بنيها. قصورها زاد والمسك زينتها والزعفران حشيش نابت فيها. هكذا اخوة الاسلام، استمعتم من ايات الله البينات، قتل على مستمع حضرتكم من فاضلة الاستاذ والقارئ الحاج عبد الباسط عبد الغني احمد الجنبيل القارئ والمقيم بقرية جنف العامرة. حضرات السادة المعزي، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.